أنا الآن في تعز من بدء الحرب، أعيش الحرب وأعيش القذائف التي تساقط كلها من الطرف الآخر، العدائي القاتل اللي تصب في الجيران في المدنيين في الشظايا، هذه الأشياء تصب، هذه لابد ما تترك في النفس، يعني لابد أن نطرح هذا. الحرب المحيطة واللي طولت بمآسي وقصص كثيرة حولك، إلا أنك ممكن تستمد إيش ما هو الوجه الأحسن، ما هي رسالتك بالنسبة للفن، أنك كيف توصل رسالة السلام بالنسبة في عز الحرب. كان لتوكل مساكب كثيرة وطنية قيمية أخلاقية إنسانية، فهنا وجب أن أعطيها بعض استحقاقها.